مخطط ان فاشل تعمل في 10 سنين ولا 5 سنين. تمام. لا الخطه دي تخلص يا دكتور مصطفى في سنتين. هتقول لي ده تكلفه كتير، هقول لك المليار متر ميه مبادرة حياة كريمة هي محاولة مننا ان احنا نعالج مسائل مزمنة في مناطق هي الاكثر فقرا على الاطلاق في بلدنا مصر. بعد تأهيل الترعة والتوظيف اللي ماشي فيه الترعة الحمد لله بنيجي الظهر بنعلق، العصر بنعلق، المغرب بنعلق مية. الجسور طبعا شمال ويمين حلوه، الترعه بقت كمان. النظام دي سجانا ميه وشربنا وزراعتنا قدامكم اهيت، وربنا يبارك في اللي عمل الترعه دي. مش منتبه ان هو بيتعمل في سياق خطه كاملة استراتيجية للدولة عشان تحسن من جودة المية، تقلل من حجم الفقد اللي موجود، تعيد استخدام المية أكتر من مرة. زي أكتر يعني احنا النهاردة دلوقتي مصر بتعتبر من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المية. ربنا يخليه لمصر، ربنا يكتشف الأعداء.